والله ريحة ما تنجرع دوم، ناس جاي نعاني قسما بذات الله، احترامات ماكو، منطقة نزل المنطقة ما نحصل، يعني تنزل قلبك انقطع من الريحة، لا ودنا نقطع لنا رزق واحد ولا مشكلة، بس احنا ريش مال الدجاج مفروض يشيله يذب بمكان مخصص له، منطقة هاي ونزله وفواتح هنا وحسينية وبنزلة المقصود، يعني شيء مقرف ما مقبول أبد. واللي نترجى منكم من خلالك الأخ تركي حمود، نوجه مناشدة لدائرة البيئة، لدائرة البلدية، يشوفوا النحل لأن تحشيها ما يحترمك، والله العظيم تخطف وتطقك حساسية من قد الريحة الكريهة.